إلى إريك بيرسل كرة في مكان تغير اتجاهها، تعادت إلى سفيان، عرضها الله، مستحيل مستحيل. أرجنتيني ورقم 10، هذا أقل ما يمكن توقعه، أقل ما يمكن توقعه، هدفهم الدوري يا جوان كاب، هدفهم الموسم يا أرجنتيني. الله على السحر الذي ينثر السحر الآن ويسجل هدفا ليحتفل به الجميع. الله على كرة، انظر إلى سفيان، انظر إلى الكرة، إلى باكورد، إلى كرة من جانب جوان كاب، أرجنتيني ورقم 10. ماذا تتوقع؟ ماذا تنتظر؟ ماذا تريد؟ يا سلام يا جوان كاب، لم يسجل كثيرا في هذا الموسم، لكن ما أجمل الهدف الذي سجل اليوم. تستغرب منها لكن الآن هذا اللي ما تستغرب منه، هذا اللي ما تستغرب. لابا 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 إلى سفيان، سفيان يا رب، سفيان رحيمي، رجل المناسبات الكبيرة التي تفرض نفسها، والكبار أيضا يفعلون ذلك. من يا ترى أكثر منك يستحق أن يسجل اليوم؟ من يا ترى؟ من يا ترى أكثر منك الهدف الذي كان لابد أن يحتسب ألغي، لكن هذا لا يمكن أن يلغى. سفيان يعوض، سفيان يرجعك، سفيان يدلعك. نعم لابا هذه المرة يرد له الهدايا، سفيان هنا في هذه اللقطة هل كان على خط واحد مع المدافع الآخر؟ الله على النهاية، رحيمي يسجل والزعيم يستمر في قسوته في دورينا ولا يسمح بالاقتراب. 9 يتبادل الأدوار، الهداف مع الصانع، يقول أنت بالذات تستحق أن تسجل اليوم يا سفيان، يا سفيان. من زيان رحيمي يسجل، هذا المغرب الذي يسحر العينوية هنا.